أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس تصميم الشعارات 2024. في هذه المحاضرة راح نصمم شعار مطعم الطارق. طبعا هذا الشعار راح يكون بإضافة فيكتورية مع استخدام فونت رقعة، وراح نتعلم كيفية التحكم بالفونت. في البداية نروح على فايل نيو، طبعا راح يكون عندنا 1080x1080 ريزوليوشن 300، ومن ثم كرييت. طبعا نحتاج ننصب فونت الرقعة لان هذا الفونت غير موجود بخطوط الويندوز. طيب طبعا هذا هو الفونت، نضغط عليه كليك ايمن ومن ثم انستول. يس طبعا الفونت منصب عندي سابقا. ممكن طبعا نفتح الفونت حتى نعرف اسمه اللي هو AREF RUQ رقعة. طيب وطبعا عندنا هذه الزخرفة راح يتم استخدامها مع الشعار. طيب الآن طبعا نجي إلى أداة الكتابة تكست، طبعا نكتب باللغة العربية الطارق. جيد، وراح نغير نوع الفونت إلى فونت رقعة اللي طبعا قبل قليل نصبناه. طبعا هذا هو الفونت، ممكن نكتب اسمه اللي هو AREF رقعة. جيد، الآن طبعا ممكن انه يكبر قليلا الفونت، وطبعا ممكن يكون باللون الاحمر مثلا، طالع موافق. الان راح نجي نتحكم بتفاصيل الفونت. طبعا راح نحول الفونت الى رسترايز من تايب الى رسترايز. طبعا نضغط كليك ايمن على الطبقة الخاصة بالنص ونضغط على رسترايز تايب. الان نقدر نتحكم بالفونت. نجي الى اداة اللاسو تول، طبعا نكبر العرض، ومثلا ممكن عندنا حرف الالف. بعد ما نحدد الحرف نضغط على كنترول، واحنا مختارين اداة اللاسو نضغط على كنترول، وطبعا ممكن نقربها مثلا، ممكن تكون بهذه المنطقة. الان نجي الى مثلا حرف الراء، نحدد حرف الراء، وطبعا ممكن تكون بهذه المنطقة. والآن حرف القاف أيضا تحدد، ونضغط على كنترول ونسحب، ممكن طبعا تكون بهذه المنطقة. جيد، الآن طبعا نضغط على كنترول دي. الآن قربنا الشعار. نحتاج الآن نضيف الزخرفة. طبعا نضغط على فايل أوبن، طبعا هذه هي الزخرفة اللي راح يتم إرفاقها طبعا مع المحاضرة. طبعا نجي إلى أداة الموف تول، راح نضغط كليك أيسر ونسحب. طبعا نبقى ضاغطين على كليك الأيسر، ما نترك لأن نوصل لهنا. أيضا ما راح نترك الكليك الأيسر هنا، ممكن نترك الكليك الأيسر. جيد، طبعا ممكن نصغرها قليلا بهذه المنطقة. ممتاز، الآن راح نجي نحذف الجزء اللي على اليمين، هذا الخط ديليت. راح نجي ناخذ الزهرة اللي بالمنتصف، طبعا نضغط على كنترول مثل ما تعلمنا، نسحبها نخليها ممكن بهذه المنطقة. طبعا ممكن نروح على أداة الموف تول، ممكن نصغرها بهذا الشكل. ممتاز، كنترول دي. الآن عندنا هذا الجزء طبعا حدده، راح نخليه بهذه المنطقة. طبعا هو المفروض يكون بهذا الشكل، ولكن احنا راح نجي على أداة الموف تول، نضغط على كنترول اكس حتى نقطعه ما يكون بنفس الطبقة، وكنترول في الآن راح نخليه بهذه المنطقة طبعا. وطبعا نجي على أداة الريكتانجل، راح نحذف من عنده مثلا هذا الجزء طبعا مثل ما نلاحظ. ممتاز، الآن عندنا هذا الجزء نحتاجه اللي بالأسفل. طبعا راح نحدد الطبقة الخاصة بي اللي هي هذه الطبقة، ونضغط على كنترول. طبعا ممكن يكون بهذا الشكل، وطبعا ايضا ممكن نقطعه نخليه بطبقة واحدة،
أو ممكن يكون بهذا الشكل لا بأس. طبعا ممكن نجيب هذه الزخرفة نخليها هنا، ممكن انه نصغرها طبعا بهذا الشكل، ممكن تكون بهذا الشكل. طبعا ممكن نتراجع عن هذا الشيء، طبعا ممكن نحذف كل هاي التفاصيل، وطبعا نجي الى هذا الجزء، نروح على اداة الموف تول، نضغط على شيفت، وطبعا نسحب مثلا بهذه الطريقة، ونكتب الان مطعم الطارق. طبعا نختار فونت اخر، فونت رسمي وليكن مثلا هذا الفونت، اي فونت نشوفه مناسب بهذا الشكل. طبعا ممكن نكبر النص، طبعا اصبح عندنا شعار جاهز، شعار احترافي وبسيط بنفس الوقت.